مستويات متعددة وبين العديد من الدول وبين الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب لجس النبض أولا، ثانيا لإلقاء الضوء على بعض المطالب الأمريكية، ثالثا لتحسين نبرة العلاقات بين الولايات المتحدة وتلك الدول بصورة عامة، ومن بين هذه الدول إيران والولايات المتحدة. وطبعا ترامب وهو يسعى إلى هذا يسعى إلى أفضل السبل، يعني من هو الطرف الأكثر تأثيرا والأقرب وصولا إلى فكر الحكومة الإيرانية أكثر من العراق، ولذلك نجد أنه يركز على مجهود الحكومة العراقية في هذا المسعى. طيب لماذا اختار الرئيس الأمريكي السوداني لهذه المهمة وهي الوساطة مع إيران خلال الاتصال الأخير؟ والسؤال الآخر دكتور، هل سينجح العراق بهذه المهمة أو على الأقل ينجح باحتواء الفصائل المسلحة المدعمة من إيران؟ لا، لن ينجح في هذه المهمة، وأنت ذكرت كجزء من السؤال السبب، وهو أن الميليشيات العسكرية المسلحة في العراق هي جزء كبير من المشكلة، وليس فقط البرنامج النووي الإيراني أو الأنشطة الإيرانية الأخرى في المنطقة. ولذلك أعتقد أنه مسعى طيب، المحاولة على أي حال، ولكني لست أعتقد أن إيران سوف تفي بأي عهود بأي وعود، حتى مع العلم بأن الحكومة العراقية الحكومة الأمريكية في الواقع قررت في سبتمبر من العام المقبل سحب كافة قواتها. 2500 جندي أمريكي ما زالوا متواجدين في العراق، سوف تسحب هذه القوة الصغيرة من الأراضي العراقية. طيب دكتور، يعني على عكس التوقعات الرئيس الأمريكي بادر يعني بالحوار مع العراق أولا ومع طهران عبر بوابة العراق، بالتالي هل يعكس توجه ترامب هذا بتكليف السوداني لإيصال رسالة إلى إيران؟ هل يعكس جدية الرئيس الأمريكي المنتخب بالتوجه نحو سياسة التهدئة، إنهاء الحروب واحتواء الأزمة في المنطقة؟ نعم، أولا ترامب كان يستجيب لمكالمة هاتفية تهدف إلى تهنئته بالفوز بالرئاسة الأمريكية. إذن رئيس الحكومة العراقية هو الذي بادر أولا بالاتصال بترامب لتهنئته بالفوز بالرئاسة، وبالتالي هذا فتح الباب أمام ترامب لكي يجري محادثات غير مباشرة مع إيران عن طريق الحكومة العراقية. ولكن الجزء الثاني من سؤالك بخصوص رغبة ترامب في تهدئة الأوضاع، نعم هو يرغب في تهدئة الأوضاع ويرغب في منع الحروب الناشبة في المنطقة، بما في ذلك حتى غزة، بما في ذلك أوكرانيا، لأنه ليس هناك رئيس أو حكومة تسعى إلى الاستمرار في هذا الوضع المتفجر الموجود في المنطقة وفي العالم. طيب دكتور، يعني في بداية حديثك تطرقت إلى موضوع الفصائل المسلحة، وكما ذكرت هي جزء من الأزمة يعني وليست الحل، بالتالي التسريبات تشير إلى أن دبلوماسيين أمريكيين أبلغوا بغداد بأن السلطات العراقية تتبع سياسة التهاون مع هذه الفصائل، بالتالي هل تعتقد أن هذه سياسة التهاون هذه هي التي شجعت الفصائل على مواصلة الهجمات وزيادة وتيرة الهجمات خلال الأشهر الماضية؟ نعم بدون شك، وهذه ليست مشكلة أو خطأ الحكومة العراقية الراهنة، وإنما هذا أمر قائم في عهد حكومات متعاقبة في بغداد. الولايات المتحدة والعراقيون أيضا يرغبون في منذ فترة في أن تنضم أو تندمج هذه الميليشيات المسلحة بسلاحها إلى إمرة وزارة الدفاع الأمريكية، وليس إلى يعني دعني أقول في أسوأ الأحوال إلى إمرة إيران، وفي أفضل الأحوال أقول إلى استقلالية تامة عن وزارة الدفاع العراقية. لذلك أعتقد أنه من المهم للغاية أن تحل هذه المشكلة، وإلا لن تفيد أي اتصالات
بين العراق بين العراق بين العراق وإيران بين الولايات المتحدة وإيران. طيب، اتصال الرئيس الأمريكي الجديد برئيس الوزراء العراقي وأيضا منع واشنطن حليفتها من قصف العراق، يعني كل هذه التطورات البعض يراها أنها مقدمات أمريكية لدفع السوداني إلى صدام مسلح ربما مع يعني الفصائل المسلحة أو بين الجيش العراقي والقوات النظامية وبين الفصائل المسلحة، هل تتفق مع هذه الرؤية دكتور؟ لا أتفق مع هذه الرؤية، لأني كما ذكرت قبل قليل هذه ليست مشكلة السوداني فقط، هذه مشكلة كانت قائمة في عهد الحكومات العراقية السابقة، وكافة هذه الحكومات حاولت وطلبت وسعت إلى دمج الميليشيات المسلحة في وزارة الدفاع في القوات العراقية النظامية، ولكن هذا بقى بالفشل. والسبب في ذلك إما واحد استقلالية رغبة هذه الميليشيات في الاستقلالية عن الحكومة العراقية، أو اثنين أوامر ومشددة من الجانب الإيراني بعدم الانخراط تحت إمرة القوات أو وزارة الدفاع العراقية. لكن دكتور نعم، يعني تعقيبا على هذه النقطة، ترامب معروف أنه حازم يعني في هذه الجزئية وهي تمدد أذرع إيران في المنطقة، ربما تريد الإدارة الأمريكية الجديدة من الحكومة العراقية وهي أيضا حليفتها وفق اتفاقيات يعني موقعة بين البلدين، تريد منها أن يعني على الأقل تحجم هذه الفصائل أو على الأقل يعني تقلل دورها في التصعيد في المنطقة. نعم بدون شك، وخصوصا وأن الولايات المتحدة لديها قوات، يعني عدد صغير صحيح من القوات تماما في العراق، في العراق يوجد حوالي 2500 جندي أمريكي، وفي سوريا حوالي 900 جندي، ولكن ما بين وقت وآخر تتعرض هذه القوات الصغيرة سواء في العراق أو في سوريا، وأنتم قبل قليل تحدثتم عن اشتباكات في سوريا. هذه القوات تعرضت لهجمات من هذه الميليشيات، وبالتالي لابد أن ترد عليها. لذلك أعتقد أنه ما لم تقم هذه القوات بمهاجمة القوات الأمريكية المتواجدة في العراق أو سوريا أو أماكن أخرى، الأمر سيكون عن طريق حل دبلوماسي تقليص حجم هذا، تقليص نفوذ هذه الميليشيات. ولكن إذا تعرضت القوات الأمريكية واستمرت تتعرض إلى هجمات من هذه الميليشيات، الولايات المتحدة بلا شك سوف ترد على هذه الهجمات. يبدو أن الهجمات لم تخفت لغاية الآن دكتور، وإن كانت يعني تغيب بين فترة وأخرى. بالتالي تقارير أمريكية تتحدث عن نشر إيران لصواريخ متطورة داخل العراق، لكن هناك من يفند هذه التقارير ويقول إنها غير صحيحة. بالتالي البعض يرى أن واشنطن تبحث عن مبرر لقصف الفصائل المسلحة أو التحريض ضد هذه الفصائل. الولايات المتحدة لديها مبررات كثيرة، منها التأييد أو الدعم الإيراني لهذه الميليشيات والموقف العدائي الإيراني نحو الولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة ليست في انتظار وجود أو عدم وجود صواريخ إيرانية في الأراضي العراقية. أول من يرفض وجود أسلحة أو صواريخ عراقية في الأراضي العراقية إيرانية في الأراضي العراقية هم العراقيون أنفسهم، ويجب أن يرفضوا ذلك. وأرجو أن لا يكون هذا النبأ صحيحا، ولكن بدون شك وجود، لو صدق هذا الخبر وتواجدت صواريخ إيرانية في الأراضي العراقية، هذا سوف يعقد مسألة تحسين العلاقات ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة، وإنما أيضا بين العراق والولايات المتحدة. طيب دكتور، أود على عجالة أن أستثمر تواجدك في واشنطن وقربك من الملف الأمريكي، كيف تقرأ سياسة ترامب المقبلة؟ هل ستصح التوقعات بأنه سيتسبب بأفول نجم إيران في المنطقة بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة عبر تحجيم أذرعها؟ الرئيس المنتخب ترامب سوف يحاول أن يتحاشى توسيع نطاق الحرب في المنطقة، وسوف يسعى إلى تهدئة التوترات القائمة في المنطقة، ليس فقط في المنطقة من حيث الحرب في غزة وجنوب لبنان، وإنما حتى في أوكرانيا. نعم.
لكنه بدون شك نجاحه أو فشله في هذا سوف يتوقف إلى حد كبير على ردود أفعال الأطراف الأخرى، وأعني بذلك كيف سترد إسرائيل على مطالب ترامب، وكيف سترد روسيا على مطالب ترامب، وكيف سيرد العراق على مطالب ترامب. أعتقد أنها مسألة من الممكن أن تتحقق في النهاية، ولكن يجب أولا أن يكون هناك تعاون وثيق وكثيف بين هذه الأطراف الثلاثة وبين الهدف المتمثل ورغبة الأطراف جميعا في إنهاء الحروب في المنطقة.